أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. الأم وبناتها بسم الله ما شاء الله، يعني أنا مبسوط. أنا يعني بتقول الحاجات، بتحاول لها تقول الحاجات بأحكامها صح ما شاء الله، مع إنها في تانية إيه؟ تانية ابتدائي. بسم الله ما شاء الله عليك. اللي بيجي في دماغك ان انت تخليهم جمال قوي كده وتحفظيهم القرآن؟ عشان انا كان نفسي وانا يعني مستنهم كده ان انا نحفظ قرآن. صح. وكنت دايما روح كتاب. فما امكنش يعني، وربنا ما يسترش الامر. فحبيت ان انا نعمل في ولادي. صح كده، بسم الله بسم الله ما شاء الله. يعني اكتر حاجه اتمنيتها في حياتي ان هم عيالي يطلعوا حافظين القران. السلام عليكم يا جماعه، كده ما شاء الله شباب جميله كده. نتعرف بيك، اسمك ايه؟ اسمي ابرار اشرف محمود صقر. في سنه كام يا ابرار؟ تانية ابتدائي. بسم الله ما شاء الله عليك يا ابرار. حافظه القران ولا لا؟ طيب سؤال عن سالوكي بقى، انت اسمك ايه بقى؟ اشرقت. اسمك ايه؟ اشرقت برضه اختها. اشرقت اشرف صقر. عشان انت مكسوفه ليه اشرقت؟ ما تقلقيش كده، اشرقت مش قادره تقول اسم والدها. ما شاء الله وانت والدتهم. أيوة. ربنا يبارك في عمرك يا رب، ربنا يبارك في عمرك يا رب. كل سنه وانتم طيبين. اول حاجه ان شاء الله نسالك، انت حافظه حد جزء كام كده؟ انا في سوره الملك في اخر الثاني. لا ما شاء الله، في سوره الملك فين؟ اخر الجزء الثاني. بسم الله ما شاء الله عليك يا شقت. عندك كام سنه بقى؟ 8. ابرار معلش، عندك كام سنه يا ابرار؟ 8. ما شاء الله عليك. نفسك تختم القران وانت عندك كام سنه بقى يا ابرار؟ يعني كمان كام سنه كده تكون ختمه القران كله؟ يعني مثلا اولى اعدادي، ثالثه اعدادي. يعني كمان كام سنه بقى كده؟ حد يعرف مثلا؟ 3 سنين 4 سنين صح؟ خمس سنين كمان. لا ان شاء الله تختم ان شاء الله قريب، عايزينك تختم كمان 3 سنين. طب قولي اي حاجه كده انت حافظاها بقى كده ان شاء الله معانا، مش هتقل عليك واسالك. قولي انت بقى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر قرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله يا جماعه. الام وبناتها بسم الله ما شاء الله، يعني انا مبسوط. انا يعني بتقول الحاجات، بتحاول لها تقول الحاجات باحكامها صح ما شاء الله، مع انها في ثانيه ايه؟ تانية ابتدائي. بسم الله ما شاء الله عليك. توكل على الله يا شقه، سمعينا حاجه كده ان شاء الله سماع اختك ان شاء الله. والذاريات ذروا فالحاملات وكرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات امرا، انما توعدون لصادق، وان الدين لواقع، والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك. ما شاء الله عليكي، بسم الله ما شاء الله. أنت حافظة لحد إيه بقى؟ لحد الزريات. بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك. طب بتتمني إيه بقى من ربنا، إن أنت تختمي قريب ولا على مهلك؟ لا إن شاء الله. عايزينك تشد حيلك كده، يبقى عندك عزيمة جامدة خالص. من أغرب الحاجات اللي أنا شفتها اللي هي البنت مثلا اللي ختمت القرآن كله في سنة، لوحدها مع والدتها، دي اللي صدمتني خالص. فماني فإحنا القرآن يعني طول ما أنت عندك عزيمة هتعملي، ربنا بيساعد سبحان الله. يعني أنت عايز تحفظ كتاب الله، عايز تحفظ كلمات الله تبارك وتعالى، معجزة من معجزات، أعظم معجزة على وجه الأرض، القرآن الكريم. فربنا بيعين. طبعا انا اسالك بقى سؤال بعيد عنهم وبعيد عن القران كده، انت زي والدتي بسم الله ما شاء الله عليكي، انت ازاي كده يعني بتقدري ان انت تفكري وتربي بناتك بالطريقه العظيمه دي؟ انا ما شاء الله مبسوط ان انا شفتك، ومبسوط ان انا قابلتك النهارده. وهسالك سؤال كده، ايه يعني بالنسبه ليا انا كرمضان يعني، بس الاول ايه اللي بيجي في دماغك ان انت تخليهم جمال قوي كده وتحفظيهم القران؟ عشان انا كان نفسي وانا يعني مستنهم كده ان انا نحفظ قران،
عشان انا كان نفسي وانا يعني مستنهم كده ان انا نحفظ قرآن. صح. وكنت دايما روح كتاب. فما امكانش يعني وربنا ما يسترش الامر. فحبيت ان انا نعمل في ولادي. صح كده. بسم الله بسم الله ما شاء الله. يعني اكتر حاجه اتمنيتها في حياتي ان هم عيالي يطلعوا حافظين القران. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب ويجعلهم في اعلى الاماكن ويختموا القران كلهم باذن الله تبارك وتعالى. واجعله يا رب في ميزان حسناتك في الدنيا وفي الاخره، وينور طريقكم كده الاسره كلها كده، يكون ربنا منور طريقها. بسم الله ما شاء الله. اعظم حاجه عملتيها على وجه الارض. طب دلوقتي انت عندك اولاد شباب يعني؟ معايا احمد وأولى زراعه هنا في اسكندريه في الشرق. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا احمد باذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم ربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. بارك الله العظيم. ربنا يبارك فيك يا رب. ثواني بقى، هات مصحفين من الشنطه كده كده يا ابرار، مصحف تحفظ منه عشان لو انت ناخده ثواب. ما شاء الله. انا بدي يا جدعان ثواب، يعني دي صدقه كده. انا بروح انام وانا مرتاح، انا بعمل حسنات وانا نايم. سبحان الله. خد انت كمان اهو، يعني تحفظوا منه بالله عليكم ان شاء الله، عشان عايز اخد معاكم ثواب بالله عليكم ان شاء الله. ربنا يبارك فيهم يا رب. ربنا يبارك فيهم يا رب. السلام عليكم.